عليكم. في تلك الهضبة منزل سيدة حجيلة، قصة هذه العائلة تحمل في طيتها كل عناوين البؤس والشقاء. وليد صاحب هذه الابتسامة الجميلة كان أسعد الناس بقدومنا. والله العظيم غرنا في كارثة، راك تشوف الوضع كيفاش راهو. أنا سكت هنايا مع الرجل تاعي قبل ما نطلق، هو اللي دار هذا الفوضاوي، ومن بعد كي طلقنا هو راح في حاله وأنا قعدت فيها. هذه هي عندي شمبرة واحدة، وزيت ثاني درت هذه الكوزينة بالزنك، راك تشوف فيها كاش واحدة داير الزنك هذا الوقت. شحال داير الزنك فاش نطيب؟ دوكا في السخانة هكذا ما تقدرش توقف، هاني دايرة الطابونة برا نطيب. واقع مزري ومعاناة يومية تحت هذا السقف. لم نعد نتحمل، لم نقدر على تكاليف الحياة. لسان حال حجيلة ودمع العين سابق لكلامها. مش راح تهدأ كل يوم نهدر. أنا كروح البلدية يقول لك الصبري، راكم رايحين ترحلوا، الصبري الصبري، شحال نعير نصبر؟ ما قدرتش نصبر خلاص، راني 53 سنة راني بالقلب. أنا كي نموت أنا هذا من نخليه؟ هاي الكلمة هنايا راح أطيح، هذه كما جهت الكوزينة راح تريب. دوك تشوفها منا تلقاها ما بيناتناش، وكان جيش تقاوية ولا زنزلة نحبطنا لتحت. هي رسالة لسيدة من بلدية الحمامات بالعاصمة ترفع انشغالها، لعل وعسى أن تتجسد آمالها على أرض الواقع.